اعتاد وأصيب عدد آخر إثر هجوم مسلح شنه مقاتلو العشائر العربية يوم أمس على حاجز لميليشيا قسد بالقرب من قرية ضمان شمال دير الزور. هذا وأصيب عدد من عناصر الأسايش التابعة لميليشيا قسد في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي إثر استهدافهم من قبل مقاتلي العشائر العربية بالأسلحة الرشاشة. للمزيد حول الأوضاع في المنطقة الشرقية ينضم إلينا مباشرة إبراهيم الحسين وهو صحفي في شبكة الشرقية بوست. أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا بك. حياك الله. بداية سيد إبراهيم، لو تلخص لنا الأوضاع الحالية في عموم دير الزور. تحية لكم السادة المشاهدين. بالطبع الأوضاع الحالية بدير الزور، طبعا بعد استلام قصد أو ميليشيا قصد منطقة دير الزور، طبعا هي من بعض خيانات وجهات المنطقة. طبعا حاليا هي معارك دير الزور هي كروفر أو كما نسميها نحن قتال الشوارع. يتم استهداف نقاط وحواجز قصد ليلا بعموم مناطق دير الزور، طبعا يتم استهدافهم من قبل مقاتلين العشائر. نعم سيد إبراهيم، هل توجد حملات أو حملة اعتقالات لميليشيا قسد بحق الأهالي في المناطق التي شهدت معارك بين العشائر والميليشيا وختمت باستيلاء أو إعادة السيطرة للميليشيا عليها؟ بالطبع حملات الاعتقال من قبل قسد مستمرة منذ اليوم الأول التي سيطروا عليها على المنطقة. حملات الاعتقال كانت حاضرة كما شاهدتم، والأكثر هو يعلم الحملات قصد التعسفية مع الأسف الشديد. يتم اعتقال المدنيين بدون أي ذنب، كانت فقط أنهم بقوا في منازلهم أو في تلك المناطق. طبعا إضافة إلى الاعتقالات، اليوم قصد تتبع منهاج تنظيم داعش. ليلة أمس تمت مصادرة منازل في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي. صادروا منازل فقط أنه أصحابها مقيمين في الخليج، قاموا بإخراج العوائل، عوائل أو أصحاب تلك البيوت قاموا بإخراجهم لكي يحولون إلى مقرات عسكرية. نعم سيد إبراهيم، فيما يتعلق بمنع ميليشيا قسد لعودة الأهالي الذين نزحوا إلى غرب دير الزور جراء المعارك والاشتباكات وعادوا إلى ديارهم، قسد منعت هؤلاء الأهالي من العودة إلى ديارهم، هل لازال هذا المنع مستمر إلى الآن؟ بالطبع لا تزال ميليشيا قصد تمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم، خصوصا الذين نزحوا إلى قرب الفرات تجنبا لإصابة الأطفال أو حتى اعتقال النساء أو إصابة النساء حتى لو كان برصاص الطائش. طبعا لحد الآن ميليشيا قصد تمنع هؤلاء العوائل من العودة إلى منازلهم، حتى إذا سمحت لهم بالعودة إلى منازلهم لا تسمح بعبور أكثر من شخص أو شخصين، لا يستطيعون حتى أن يعودوا بالأغراض التي نقلوها معهم كأثاث أو ملابس أو غيرها، ممنوع أنهم حتى يحضروها أو يصحبون تلك الأغراض معهم. نعم ختاما سيد إبراهيم، هل يمكن أن نرى انتفاضة أخرى للعشائر العربية ضد ميليشيا قسد في ظل الأخبار والأنباء التي ترد وتتحدث عن استهدافات عديدة لأبناء العشائر ضد الميليشيا؟ كرر السؤال أستاذ بعد إذنك. كنت قد سألتك هل يمكن أن نرى انتفاضة أخرى للعشائر العربية ضد ميليشيا قسد في ظل الأخبار والأنباء التي ترد وتتحدث عن استهدافات متكررة وعديدة لأبناء العشائر ضد الميليشيات؟ بالطبع العشائر لم تسكت أو لم يعوا في المنطقة لقصد أو للأكراد حتى تعود انتفاضتهم. انتفاضة العشائر أو ثورة العشائر هي مستمرة في وجه قصد أو مشروع الاحتلال القنديلي للمنطقة، والمشاريع الكردية التي ينفذوها بالمنطقة أو حتى الدولة الكردية التي يحلمون بها. تلك أرضنا، أكيد نحن لن نسمح لقصد بتغيير جغرافية المنطقة أو احتلال أرضنا. بالطبع سوف نشهد حتى إذا لم تكن ثورة على وجه العموم كما كانت في بداية، ولكن كما ذكرت في بداية الحديث هناك حرب عصابات وقتال شوارع في المنطقة. اليوم قصد لم تهنأ بعد اليوم في المنطقة، سوف يتم استهدافهم واستهداف حواجزهم ونقاطهم بشكل يومي، يتم استهدافها. نعم الصحفي في شبكة شرقية بوست إبراهيم الحسين، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.